ها واضح واضح دكتور واضح. طيب طيب تمام. إذا توكلنا على الله. بعتقد التسجيل بدأ من شيء 8 دقائق مع أنه ما كان في شيء، فشان المرة الجاية إن شاء الله نبدأ تماما على الوقت بحيث تبدأ التسجيل إذا احتجتوا له. لكن عادة أنا لا أعتمد على التسجيلات، لكن طبعا إذا احتجتوها ما في مانع. ف خلينا أعرفكم عن نفسي أولا. هنشوف الشاشة اختفت من عندي نوعا ما. طبعا أنا جديد على التيمز، مايكروسوفت تيمز أنا جديد علي، لكن كنت عادة بستخدم برنامج الزوم، فإذا كنتم مرتاحين معه نستمر فيه إن شاء الله. فراح يكون عادة بالصفوف العادية أو بالظروف العادية لما نكون بالدرس رسمي وجها لوجه، عادة أنا أبدأ بالطلاب أولا للتعارف ثم أبدأ بنفسي. للأسف عم ندرس ريموت، فراح يكون بشكل مختصر بحيث ما يضيع الوقت معنا. بعرفكم عن نفسي أولا إن شاء الله بعدين نبدأ مباشرة. لكن في سؤال أنا ما بعتقد يمكن صالح ما جاوبني عليه، وهو إنه إيمت الفصل الدراسي بينتهي؟ شو هو آخر يوم من الفصل الدراسي عندكم؟ ممكن صالح موجود؟ دكتور الله يعطيك العافية. هو عن الفصل 13 أسبوع، صار راح 3 أسابيع، بيعنا 10 أسابيع إن شاء الله. 10 يعني آخر يوم راح يكون يلا سواء حكيم، بس اللي هي الخطة الدرسية نشرتها الكلية، سواء حتى نعطيك اليوم الأخير بالضبط. إذا ممكن تبعث لي إياها اليوم إن شاء الله إذا ممكن. إيه أكيد تكرم. طيب معناتها إن شاء الله راح نحاول نعوض يلي مر. على الأقل راح أحكي بالتفصيل طبعا عندما نبدأ. خليني أعرفكم عن نفسي أولا. فالسلام عليكم ورحمة الله. اسمي براء سراج، الأصل طبعا من حماة، عشت في بين حماة ودمشق فترة لا بأس بها كما يعلم الجميع بعتقد. أمضيت 12 سنة في سجون الأسد، 9 في تدمر و3 في صيدنايا. خرجت بسنة 95، من 84 إلى 95 كنا في العالم الآخر. 95 خرجت، بقيت سنة في دمشق، وخرجت إلى الولايات المتحدة حيث كان أهلي يعملون. فبدأت من الصفر طبعا. كانت دراسة بسوريا هي هندسة كهربائية بالشام، فحولت. إذا ممكن سوي ميوتينج للجميع. فتابعت دراسة بالعلوم الطبيعية بولاية إلينوي في شيكاغو، ثم درست دكتوراه بعلم المناعة كمان بجامعة بشيكاغو. بعدها أمضيت سنتين بجامعة هارفارد كباحث في أيضا علم المناعة والمجهر الإلكتروني وغيرها من المجاهر. ثم عدت إلى شيكاغو من باستن، أمضيت 5 سنوات في كباحث أيضا في علم المناعة في زراعة القلب حوالي 5 سنوات. بعدها أو خلالها بدأت بالتدريس حيث أعمل حاليا مدرس لمادة الميكروبيولوجي، وأيضا أعمل في مجال اختصاصي وهو الفلو سيتامتري، فإن شاء الله راح نحكي عنه. هذا باختصار. أعلم أن الظرف صعب يلي عم تمروا فيه، لكن كله بيهون إن شاء الله. المهم الإنسان يتابع.
بالنسبة لعلم المناعة، طبعا راح يكون نمضي الفصل الأول على أسبوعين، ثم نشد الهمة بحيث نكون نحاول ننهي قدر الإمكان ما نريد. فالسؤال اللي بيجي أولا عادة، إذا بتمروا على الصيدليات بتشوفوا عدد من المبيعات كلها يدعي مثل هذا المنتج، يدعي أنه يدعم الجهاز المناعي immune support. ف يلي بدنا إياه بعد 10 أسابيع أنه نعرف هل هالكلام صحيح أم لا. إذا شفنا ادعاء أنه منتج ما أو أي شيء يتم تسويقه تجارياً أنه يدعم الجهاز المناعي، يجب أن نأتي إلى السؤال كيف يدعم الجهاز المناعي؟ ما هي التفاصيل؟ هل هذا كلام صحيح أم لا؟ وكيف سنستخدم معرفتنا بعلم المناعة أنتم كأطباء وصيادلة؟ كيف سيتم استخدام علم المناعة في ترشيد ما نقوم به؟ يلي لاحظت أنا من خلال الأطباء أنه معرفتهم بالمناعة ضعيفة، على الرغم أنه ممكن تأخذوا علامة عالية بالفحص. مهن الأمر الهام، الأمر الهام هو هل هذه المعلومات ستبقى وهل نفهمها جيدا. الملاحظ كمثال، ملاحظ كمثال أنه كثير من المشافي أو من الأطباء هنا، أنا عم بحكي على الولايات المتحدة الأمريكية، أنه بيقوموا بإعطاء مضادات حيوية بلا تمييز، وهذه من أساسيات علم المناعة أن لا يتم ذلك لأنها ستكون مؤذية. فالمهم أن نعرف ما هي هذه التفاصيل وأن تبقى خلال عملنا. في هذا السلايد مقارنة، طالما نحن في جائحة الكورونا، في مقارنة بين عدد من اللقاحات التي يتم تداولها حالياً. يمكن سمعتوا أكيد بالأسماء كلها، موديرنا وفايزر وجانسون أند جانسون وأسترازينيكا إلى آخره، أسماء هذه الشركات التي أنتجت اللقاح. فلما غالباً بيسألوكم الناس أنه ما هو الأفضل، أي لقاح يكون أفضل، هنا تأتي التفاصيل، وهذا ما يجب أن تتذكروه بعد 10 أسابيع. فمن الملاحظ إذا بتلاحظوا بيعطونا تفاصيل وبدقة. لما نقول أنه هاللقاح جيد بيقولولنا أنه في عنا neutralizing antibodies، يعني مضادات حيوية قادرة على تحييد الفيروس. هذه نتيجة إحدى نتائج هذا اللقاح. بيقولولنا كمان strong Th1 CD4 positive CD8 positive. بهذا الكورس اللي نحن عم ناخده هلأ راح نعرف خلال عدة أسابيع ما هي الـ Th1 وما هي الـ CD4 positive وما هي الـ CD8 positive. وحتى إذا كان هالادعاء أنه Th1 CD4 positive CD8 positive هي استجابة قوية، هل هذه كافية لدعم فكرة الشركة أن اللقاح جيد؟ جيد. فنحن نريد هذه التفاصيل، لا أريد أن نتكلم كعوام الناس. عندما نريد أن نرشد وصفاتنا الطبية، علم المناعة يجب أن يكون في الواجهة الأولى، وسنرى لماذا مع كل أسبوع إن شاء الله. الكتاب اللي راح تحتاجوه هو Basic Immunology
يلي درسناه خلال الفصول الماضية نفسه. حاليا هي الطبعة الخامسة للكتاب. الطبعة الخامسة من سنة 2016 أعتقد، والطبعة السادسة اللي موجودة حاليا على الإنترنت طبعة 2020 بعتقد. ما في فروق زيادة بين الطبعة الخامسة أو السادسة، فسأبقى مع الخامسة. هناك ترجمة جيدة للدكتور فؤاد الداود، أظن أصدقائكم زملائكم من السنوات الماضية بيعرفوها، إذا ما عندكم إياها راح أرسلكم إياها. جيدة، جهد مشكور طبعا وجهد قوي لترجمة الكتاب كاملا، لكن لن أعتمد عليه، خليه لكم كمرجع. جيد. اختياري للكتاب هو أنه هذا الكتاب درسته بشكل مفصل عندما كنت طالبا، والأساتذة اللي هو أبو العباس، أبو العباس هو إيراني أمريكي، وأندرو ليكتمان أمريكي، والشيف بيلاي أيضا أمريكي، فالثلاثة كانوا بهارفارد ثم توزعوا على مختلف الجامعات حيث ترأسوا الأقسام بعلم المناعة، فمعرفتهم بالبحث العلمي أقوى من بقية الكتب. هناك كتاب منافس اسمه إيمينو بيولوجي، إيمينو بيولوجي كمان جيد، وهو منافس لهذا الكتاب بشكل قوي، لأنه مؤلفه من جامعة ييل اللي هي منافسة لجامعة هارفارد، وأيضا من أحد أعمدة علم المناعة في العالم قبل وفاته. فاختيار الكتاب برأيي جيد، هو مختصر، فلذلك بدكم تعطوا انتباهكم لكل هذه التفاصيل، لأنه هذا الكتاب هو مختصر. فأنا رغم ذلك حاولت سلايدات الأولانيات اللي بعثت لكم إياها أنه يكون مختصر لمختصر، لأنه طبعا من الصعب، أنا لا أدعم الحفظ البصم، ولكن هناك مستوى من الحفظ البصم لا بد منه لكل علم. لا أقلل من أهمية الحفظ، لا أقلل، لكن بدنا نفكر بتطبيقات ما نحفظ، هذا أمر هام. فما أطلبه منكم، إذا الكتاب مو عندكم ببعثكم إياه باللغة الإنجليزية، وإذا الترجمة ما عندكم كمان ببعثكم إياها الدكتور فؤاد الداود. راح نمشي بجميع التفاصيل كما هي وبترتيب الكتاب حتى ما تضيعوا معي. راح نمشي بترتيب الكتاب حسب رقم الفصول من 1 إلى 12. طبعا معنا 10 أسابيع عمليا. سنمضي أسبوعين على الأول، وسيبقى معنا 8 عمليا، 8 للفصل العاشر. سأحاول وهذا ما حصل السنة الماضية أيضا، تأخرنا أسبوع أو أسبوعين بسبب ظروف سفر أو إلى آخره. فالأهم من الأهم بمكان حقيقة للكتاب أن ننهي الفصول الثمانية الأولى، فأظن خلال الأسبوعين الأخيرين سنقوم بتغطية فصلين في كل أسبوع إن شاء الله. أظن حسابي دقيق، أظن ذلك. خليني نشوف، راح أعطيكم فكرة. أياً كان، في الفصل الأخير أو في الأسبوع الأخير سنعطيكم فكرة عن الفصول المتبقية بحيث نأخذ النقاط الهامة منها. ما المهم في الكتاب حقيقة هو الفصول الثمانية الأولى، لأنها تتكلم عن أساسيات العلم، هدول الثمانية هن الهامين. الأربعة الأخيرين هي تتكلم عن ما تسمى immunological disorders،
يلي هي الأمراض المناعية الرئيسة يلي هي خمسة عادة، بيحكوا عن الأوتو إميونيتي، أمراض المناعة الذاتية، بعدين السرطان، السرطان بشقيه أيضا، زراعة الأعضاء بشقيها أيضا، الاستجابة الشديدة هايبر سنسيتيفيتي، والاستجابة الضعيفة اللي هي أو ضعف الاستجابة المناعة اللي هي immuno deficiency. هدول الخمسة عادة بشكل تاريخي دائما نتكلم عنهم في علم المناعة. ما هو مهم أن لا ننسى أن علم المناعة يشمل كل جسم الإنسان وكل أنواع الأمراض وليس فقط هذه الأمراض الخمسة. فحتى الانفكشس ديزيزز الأمراض المعدية تتبع لعلم المناعة، لكن تاريخيا بنحطها تحت علم الأحياء الدقيقة أو الميكروبيولوجي. فسنمضي على هذا الشكل إن شاء الله. أعلم أن اليوم هو يعني كبداية سأكون خفيفا عليكم نوعا ما، وسنمضي الساعة إذا لا أدري. أنا استغربت حقيقة أنه كثير منكم 70% حوالي 70% منكم فضلوا الساعة 10 ليلا. أعلم أن السوريين يحبون السهر وكنت كذلك، لم أعد كذلك أبدا، تغيرنا مع الزمن، أفضل الصباح الباكر والمساء للاستراحة، لاستراحة الذهن، لأن الذهن بيكون تعبان طول اليوم. والدنيا رمضان أيضا، رمضان مبارك لكم، لكن هذا اختياركم، أنا ما عندي مانع. طبعا الساعة عندي 2 ظهرا فمناسب تماما، لكن سيكون مناسبا أيا كان لو غيرت رأيكم في المستقبل. فطبعا خلينا نشوف كيف راح تمشوا بدراسة هالكتاب اللي هو بالأصل باللغة الإنجليزية وترجمته ستكون عندكم. أنا من أنصار عدم الترجمة لعلم لم نشارك فيه، ربما حتى يكون دافع لنا أنه نشارك بأبحاثه كما فعلت أنا خلال السنوات الماضية. فستجدونني أعارض الكتاب في بعض النقاط لأنه نحن شاركنا بهذه الأبحاث. فكثير من المصطلحات العلمية أفضلها أن تبقى باللغة الإنجليزية. حاولت جهدي طبعا أن أترجم، لكن بعض الكلمات لا أحبذ ترجمتها، خاصة إذا كانت أسماء لأنسجة أو لخلايا. عمليا ما نقوم به هو مجرد تعريب وليس ترجمة حقيقة. الترجمة الحقيقية تكون من اختصاص مجمع اللغة العربية في دمشق التي هي محتلة حاليا. فمجمعات اللغة العربية هي التي تقوم بالجهد الذي يتطلب عدد من الأذهان المختصة لتعطي الترجمة الدقيقة لمصطلح ما، وحاليا لا نملك ذلك، لا نملك ذلك. فستجدونني أختلف مع الدكتور عادل الداود في ربما كثير من المصطلحات. لابد أن تكون لغتكم الإنجليزية قوية. علم هالدنيا حاليا هو اللغة الإنجليزية، مادته مادة التواصل هو اللغة الإنجليزية، لابد من تقويتها، ما لكم خيار. أعلم أن الوضع صعب، لكن أذكركم كما ذكرت طلابي من السنوات الماضية، كنا ندرس ألفية ابن مالك على الصابون في سجن تدمر، على الصابون في ظل ضوء خافت وحيد بين 130 شخصا ليلا، والحرس يراقب الشبابيك، ومع ذلك كنا نراجع ذلك العلم بهذا الظرف في مكان لا توجد فيه أي مقومات الحياة أبدا، لا توجد لا دفاتر ولا أقلام ولا شيء، نكتب على الصابون نهارا
بإبرة مكسورة ممنوعة عمليا، ونراجع ذلك العلم ليلا تحت البطانية مع شيء من ضوء أصفر خافت لا يغني ولا يسمن من جوع. إذا كنا بهذه الظروف نستطيع، أظن أي إنسان يستطيع في أخف منها، ولا أقلل من الظروف التي تمرون بها، لكن ما لنا خيار، ما في خيار ثاني لا بد منه لخدمة المجتمع المحيط بنا. فكمقدمة اختاروا كلمة المناعة اللي هي immunity، مناعة عمليا هي حماية، لكن لم أرد أن أغير، لو أعدت لو كنت في مجمع اللغة العربية لقلت إنها نظام الحماية. لا يوجد منع معين لا أجده دقيقا، ونظام حماية، لكن أصبح اسما على علم فأبقيته. المناعة مقاومة الأمراض، وخصصتها بنفسي بخاصة المعدية، يعني مو بس الأمراض المعدية، المعدية وغير المعدية. فمهمة جهاز المناعة حماية الجسم من الأمراض بأي كان شكلها. أبقيت كلمة الجهاز المناعي لأذكركم أننا عندما ندرس، حتما درستم التشريح وعلم الفيزيولوجيا، علم وظائف الأعضاء، بتلاحظوا أنه الجهاز الهضمي له أعضاء مختصة به، ما هيك؟ أيضا الجهاز التنفسي له أعضاء مختصة به. الجهاز المناعي هو الجسم كاملا، هو الجسم كاملا، ولكن أيضا بسبب أهمية الجهاز الدموي والليمفاوي وما يتصل بهما، فإننا نركز عادة على خلايا الدم بشكل رئيسي، وعلى الأعضاء التي تمر بها خلايا الدم البيضاء خصيصا. فنقطتي هنا ما يلي: الجهاز المناعي هو الجسم كاملا، لكن نركز على الأوعية الدموية والليمفاوية والأعضاء المتصلة بها نتيجة أهمية خلايا الدم البيضاء في مقاومة الأمراض، وسنرى ذلك مع الأيام القادمة إن شاء الله. ما الذي نقصد بالاستجابة المناعية؟ نقول استجابة مناعية قوية لها عدة توصيفات حقيقيا، لكن لن أتطرق لها الآن. لكن في ملاحظة بالكتاب تقول: الاستجابة المناعية هي العائق الرئيس أمام نجاح زراعة الأعضاء، وهذا أمر صحيح، لأن الذي يمنع زراعة الأعضاء هو مهاجمتها من قبل خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء تشعر بأمن ما خاطئ في هذا الزرع، العضو المزروع كالكلية مثلا، فتقوم بمهاجمتها. علم زراعة الأعضاء حقيقة أعطانا، أنا أمضيت به حوالي 5 سنوات، هو الذي دعم ووسع أفق علم المناعة بشكل ضخم. علم زراعة الأعضاء هو الذي ساعد في فهم المناعة بشكل أفضل. فمنها أن الاستجابة المناعية بعدة بأفرعها المتعددة هي التي عادة من المفروض أن تحمي الجسم فتهاجم العضو المزروع، لأن الجهاز المناعي يفهم أن العضو المزروع عضو أجنبي، هذا العضو الأجنبي غير مناسب أن يبقى في الجسم فيقوم بمهاجمته. الآن علم المناعة أو immunology، هذا العلم سيقوم، سترون أنه يتطرق لعدة علوم أخرى مثل علم الخلية بشكل رئيسي، علم الأحياء الدقيقة، علم قياسات الخلية، علم زراعة الأعضاء، وعلوم الأمراض المختلفة.
فسترون أن علم المناعة الآن من أوسع العلوم توسعاً، يعني لا يزال توسعاً، بالكاد نستطيع أن نحيط بما يستجد كل يوم نتيجة الأبحاث التي لا تتوقف في فهم آليته، ولا زلنا في أول الطريق. تركيزنا الذي سنراه حالياً في علم المناعة على أنواعها وعلى الأنسجة التابعة لها وعلى خلايا الدم وتفاصيلها، سترون الكثير من التفاصيل عن خلايا الدم، ولذلك عن المناعة له هناك الكثير من الأمور المشتركة بينه وبين علم الهيماتولوجي، علم الدمويات. ربما سأحتاجكم لتصححوا لي بعضا من الترجمات، لأنني لم أستخدم الترجمة العربية خلال ربع القرن الماضي، لا أقول للأسف، وإنما كما قلت لكم أفضل بقاء الكلمات كما هي، لعل هذا يكون دافعا أننا أمة متأخرة يجب أن نشارك في صياغة هذا العلم كبقية أمم الأرض، وهذا سيكون إن شاء الله. فما هي أقسام المناعة؟ عندكم قسمين، سميتها المناعة المتأصلة، بعضهم يسميها المناعة الأصلية، هي innate immunity. المتكيفة سميتها جبتها من كلمة adaptive. المناعة أحيانا يسمونها المناعة المكتسبة أيضا. فالمتأصلة innate immunity يسمونها أيضا الطبيعية، يعني هي natural immunity. innate يعني متأصلة مع الولادة، توجد من البداية ولذلك تسمى طبيعية. أحيانا بسموها inherent، متجذرة بالجسم، موجودة من البداية. هذه المناعة سريعة. من الأمثلة هو الهجوم الفيروسي على الجسم، بتلاحظوا أنه الجسم استجابته سريعة جدا. شو السبب؟ لأنه الخلايا المتخصصة شعرت بأمر غير محبب للجسم، فقدمت مباشرة إلى مكان المرض لتعالجه، بغض النظر عن ما هو الميكروب المهاجم. لا 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 تهتم المناعة المتأصلة عمليا وخلاياها بهوية المهاجم، تهاجمه أيا كان، ولذلك هي سريعة دائما وقوية دائما. المناعة المتكيفة مناعة مكتسبة، لا تتواجد من البداية. ماذا أعني أنها لا تتواجد؟ لا تعني أن خلاياها غير متواجدة، لا، موجودة. خلايا التي سيلز والبي سيلز موجودة دائما، الأنسجة موجودة دائما، كل منا له عقد لمفاوية وله طحال وله مخ عظام، هذه الأنسجة موجودة. لكن المناعة المتكيفة مناعة مكتسبة لا تتكون إلا بعد الهجوم، ليس قبله. المناعة المتأصلة موجودة قبل حصول الهجوم الفيروسي أو الميكروبي أو البكتيري. فهذه المناعة المتكيفة adaptive بطيئة، تحتاج عمليا حوالي أسبوع. أنا قمت بالبحث عنها في الفئران ووجدت أنها تبدأ من اليوم الأول، تحتاج إلى 24 ساعة عمليا، تصبح أقوى مع 3 أيام، ثم أقوى مع 5 أيام، مع 5 أيام. التليفون رن. فهذه المناعة المتكيفة بطيئة لكنها عالية التخصص، highly specific. ماذا أعني بأنها عالية التخصص؟ تعني أن الخلايا الليمفاوية التي تمثل هذه المناعة
تحمل مستقبلات بروتينية على سطحها بحيث أنها تتعرف على جزيئات صغيرة الحجم مهما كانت، فتستطيع التمييز بين ملايين إن لم يكن مليارات الجزيئات. هذا ما نقصد بأنها عالية التخصص. أعلم أن أولاً الترجمة قد لا تكون دقيقة، لأنني لم أجد أفضل من هذه الكلمة تخصص أو عالية التخصص لترجمة كلمة specific. specific تعني أن هناك مستقبلات مختصة تستطيع التمييز بين الملايين من الجزيئات. حتى الآن السلام عليكم دكتور. تفضل يا دكتور، بعد إذا عم تحكي من سلايد بس عرض لنا اياه. عم بتشوفوا السلايد لما لسه؟ لا ما في سلايد، بس مكتوب مخطط اليوم، ما طلع السلايد اللي بعده مشان نركز معك. كان لازم توقفوني من البداية. طيب خلينا نلاحظ. والله يا دكتور فكرنا لسه مقدمة، لسه ما دخلت بالسلايدات والله. لا 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 لا، بدأنا مثل العادة، هنا لا يوجد. خلينا نشوف إذا ما في نقطة تانية بدي إياها منكم، وهي إنه تفتحوا الشات، لأنه الشات مسكر. الشات in channel meetings is only available to team members. فهذا الشات محل ما نكتب الملاحظات المفروض يكون مفتوح للجميع بحيث تكتبوا الأسئلة. هذا مستقبلا. فنرجع على نقطة، خلينا نشوف وين ممكن تشوفوها مرة تانية. إذا ما شفتوا غير السلايد الأول هذا غير مجدي. دكتور مش إيه تمام دكتور، السلايدات واضحة طلعت ظهر الشاشة. معناها بهالحالة، خلينا نشوف، معناتها بهالحالة ما راح أحسن أحط السلايد بحجمه الكامل على الشاشة. خليني أسألكم حاليا، شايفينه هلا السلايد الأول؟ دكتور أرقام واضحة من رقم 1 إلى 11. نعم. طيب ننتقل إلى الثاني، شايفين هذا السلايد الجديد اللي نقلت عليه حاليا؟ أم من 1 إلى 11 لا يزال كما هو أمامكم؟ بالضبط ما زال على حاله. معناها على الحالة مو مشكلة. من ايه دكتور تغير السلايد، تغير السلايد هلا دكتور، تغير جزء بالضعف انه تغير. معناتها على الحالة السلايد ما راح يبان. خليني احاول مرة ثانية دكتور. هلا عندنا الظاهر عندنا هلا الشابتر 1. طيب والآن هذه المقدمة، هل ظهر السلايد المقدمة أم لا تزال؟ إيه ظهر دكتور، ظهر. طيب خليني نرجع نحاول مرة تانية. إذا خليته كاملا حاليا هل يظهر؟ هل لا زال ظاهرا أم ماذا؟ ايه ظاهر دكتور، ظاهر. نعم. طيب راح احاول ننقل هلا لسلايد ثاني كمان بشاشه كامله. هل ظهرت المناعه المتاصله والمتكيفه؟ اظن ما ظهرت، ما هيك؟ لا ما ظهرت. اذا سيكون كما يلي. حاليا سنقوم ب، فهلا المقدمة ظاهرة ما هيك؟ ايه حكيم ايه. طيب اذا نقلنا هلا للمناعة المتأصلة والمتكيفة ظاهرة؟ نعم. طيب معناتها الحل انه
لأنه يعني أحيانا سأحتاج إلى المؤشر سنجد حلا. أحيانا أحتاج لمؤشر أو للقلم من مايكروسوفت بحيث أكتب، فبهالحالة سننقل بين الشاشة حتى تشوفوا السلايدات معناها على الحالة، حتى تشوفوها بالإمكان أنه أشير كما يلي. خليني أقول لكم كيف راح نمشي بحيث ما نتأخر. فشايفين المؤشر حاليا على الشاشة، ما هيك؟ المؤشر الأحمر. لا دكتور، كان ظاهر بشوية راح. طيب نرجع حاليا، معناتها المؤشر اللي هو السهم اللي تبع الماوس هذا شايفينه، ما هيك؟ هل يظهر؟ إيه السهم ظاهر دكتور. السهم ظاهر. موجود. طيب معناتها راح منتابع حاليا، راح عيد يلي قلته بدءا من المقدمة. شكرا إنك نبهتيني. راح عيد من المقدمة وبعدين بنشوف شو الحل مع تيمز مايكروسوفت بحيث يمشي بشكل رسمي مثل برنامج الزوم. برنامج الزوم برأيي أسهل وأفضل، لكن إذا راح أشوف شو الإشكال فيه بحيث يكون انتقال سهل بين السلايدات. طيب بنرجع لنقطتنا، علم المناعة سميناه علم الحماية، الكتاب كون سماه علم مقاومة الأمراض. عادة بيتكلموا عن الأمراض المعدية، برأيي أنا هون أتوقف كمناعي الأمراض المعدية وغير المعدية، لكن العلم بدأ خصيصا للتكلم عن مقاومة الهجومات البكتيرية أو الفيروسية، لكن يختص كما رأينا بمقدمة الكتاب عنا بآخر 4 فصول التكلم عن أمراض المناعة الذاتية وأمراض السرطان وأمراض المتعلقة بزراعة الأعضاء وأمراض التحسس اللي هو استجابة مناعية قوية غير طبيعية واستجابة مناعية ضعيفة اللي هي immunodeficiency. فعلم مقاومة الأمراض معدية وغير معدية. الجهاز المناعي كما قلنا هو الجسم كاملا. تركيزا نركز عادة على دراسة الأعضاء المتعلقة بالأوعية الدموية والليمفاوية، لذلك سترون في هذا الدرس الأول أننا سنمشي وندرس أساسيات العقد الليمفاوية وغدة الثايمس ومخ العظام والطحال، هذول الرئيسيات عادة وهناك غيرها كثيرة. الاستجابة المناعية أظن قلت أني سأبقيها عندما يأتي دورها مستقبلا. هناك عدة مؤشرات عن الاستجابة المناعية نهتم عادة بدراستها، سواء بعلوم الأبحاث أو بالدراسات السريرية، فسأركز عليها عندما نصل إليها إن شاء الله. لكن هذه ملاحظة ممتازة من الكتاب تقول أن الاستجابة المناعية يلي هي المفروض تحمي الجسم هي يلي عادة تقف أمام تقبل الجسم للعضو المزروع. السبب أن أي عضو مزروع يعتبر جسم أجنبي، وجسم الإنسان لا يقبل أي جسم أجنبي إلا بشروط صعبة جدا. فهذه ملاحظة جلبتها لكم من الكتاب لأيضا التذكير أن علم زراعة الأعضاء له مكانة خاصة في هذا العلم، لأنه هو الذي وسع آفاقه بمعرفة الكثير من التفاصيل.
علم المناعة سندرس خلاله المناعة المتأصلة والمناعة المتكيفة وما يتعلق بكل منهما من الخلايا. فسيكون تركيزنا كما يلي: ما هي الخلايا؟ ما هي ميزاتها؟ سترون أننا سنأتي إلى الجزيئات حتى. ما الذي تنتجه؟ كيف تتعامل مع بعضها؟ كل هذه الأمور من اختصاص علم المناعة. ننتقل الآن إلى المناعة المتأصلة والمتكيفة. شايفين على السلايد ما هي؟ المناعة المتأصلة والمتكيفة يا حكيم. طيب تمام. المتأصلة استخدمتها كترجمة لكلمة innate immunity. فالمناعة المتأصلة هي مناعة طبيعية موجودة بالجسم من الولادة. سنرى ما هي. حالياً نتكلم بشكل مجرد، لن يكون له معنى حتى نأتي بالتفاصيل وبالأمثلة. المتأصلة مناعة هي إذا قسمنا المناعة إلى قسمين، تكون ما يسمى مناعة متأصلة ومناعة متكيفة. متأصلة هي مناعة طبيعية natural، ميزها أنه سريعة وقوية. مهمتها هي القضاء على أي هجوم ميكروبي من البداية. إذا فشلت فإن المناعة المتكيفة ستتدخل، وإذا تدخلت المناعة المتكيفة فالنتيجة عادة لن تكون بسهلة الحل. المناعة المتكيفة تكون للأمور الصعبة وتحتاج إلى عدة أيام لتبدأ. فنسميها أيضا مناعة مكتسبة لأنها تقوى مع الزمن، تحتاج عادة إلى عدة أيام. المتوسط الأيام التي تحتاجها لتصبح قادرة على حماية الجسم هي 7 أيام، لكن تبدأ عادة من اليوم الأول بعد 24 ساعة من الهجوم الميكروبي عادة، أو بدأ أعراض مرض ما، فعادة تحتاج إلى 24 ساعة ثم تصبح أقوى مع 7 أيام، ثم تعود إلى التراجع بعد 2 أسبوع عادة. ولذلك تلاحظون أن أخذ اللقاح للكوفيد 19 خاصة للقاح فايزر اللي له عادة 2 لأخذه، وضعوا 3 أسابيع بينهما. 3 أسابيع. السبب حتى يعطوا فترة كافية للمناعة المتكيفة لتأخذ مجالها، لأنه عادة بتأخذ 2 أسابيع، وحتى يعطوها مجال أقوى بحيث تتعرف تماماً على الجزيء الفيروسي لكوفيد 19 لكورونا فيروس، فبيعطوها مسافة كافية أنه تحسن من أدائها. فهي بطيئة الحدوث لكنها عالية التخصص. فعالية التخصص هي ترجمتي لكلمة specific. متى ما شفتوا كلمة specific باللغة الإنجليزية في علم البيولوجي تعني غالبا أن هناك مستقبلات بروتينية مختصة بالتعرف على جزيئات ما. أعيد، عالية التخصص ترجمة كلمة specific تعني، كلمة specificity تعني التخصص، أن هناك مستقبلات بروتينية غالبا، سنرى الكثير من هذه المستقبلات، تتعرف على جزيئات ما. الآن لكل من هذين القسمين للمناعة خلايا دم بيضاء تتبع له. فمثلا خلايا النوتروفيلز نصنفها دائما أنها تتبع للمناعة المتأصلة أو الطبيعية، بينما الخلايا الليمفاوية التي سيل والبي سيل تتبع بشكل لا غبار عليه حتى الآن، تتبع للمناعة المتكيفة، هي التي تقوم بهذه المهام، هي الجنود. يعني خلايا الدم البيضاء هي جنود بني آدم لمقاومة الأمراض حقيقة.
فجنود المناعة المتأصلة هناك الكثير سنراها قريبا، والمناعة المتكيفة أيضا لها جنودها. هناك كلمة أنتيجين سترد معنا كثيرا، أظن أن الكتاب المترجم ترجمه كمستضد، أو من خلال كلامي مع الطلاب سابقا نستخدم كلمة مستضد لكلمة أنتيجين. ما عندي مانع من استخدامها كمستضد، لكن ليتكلم على كلمة أنتيجين تعني أنه أي جزيء يمكن أن يتعرف عليه من مستقبلات الخلايا الليمفاوية، أي جزيء، أي مستقبل من مستقبلات الخلايا الليمفاوية يستطيع أن يمسك بجزيء ما نسميه أنتيجين. فكلمة مستضد اعتراضي عليها أنه مو دائما الجزيء يلي بتعرف عليه هو جزيء عدو، ربما جزيء من جسمنا. خلايا الليمفاوية تتعرف على جزيئات من أجسامنا نسميها أيضا أنتيجين. فملخص الكلام، كلمة أنتيجين تعني جزيء أيا كان. عوض ما نستخدم كلمة مالكيول اللي بيستخدموه عادة بالكيمياء اللي هو جزيء مالكيول، نستخدم بالمناعة كلمة أنتيجين. فلذلك راح تلاحظوا خاصة جماعة علم زراعة الأعضاء بيسموها إذا جزيء عدو بيخلوها كلمة أنتيجين مثل ما هي، وإذا جزيء صديق من جسمنا بنسميه سيلف أنتيجين، جزيء ذاتي، سيلف أنتيجين جزيء ذاتي. فكلمة أنتيجين تعني جزيء بشكل عام. هذا الاستخدام الذي يستخدم عادة في علم المناعة. الآن ننتقل إلى، أظن شايفين الرسم قدامكم، ما هيك؟ خليني أتأكد أولا. هل ترون هذا انتقالي إلى السلايد الجديد؟ إيه حكينا تمام دكتور. طيب معنا حوالي 13 دقيقة، ف منتابع بحيث نتوقف مع الساعة. هذه الرسوم سترون أنني حافظت عليها كما هي، فلذلك بدكم تكتبوا نقاطكم، يعني يلي راح أقوله. الرسومات حقيقة سهلة، لكن الكلمات باللغة الإنجليزية طبعا، فلربما برأيي أن تقوموا بترجمتها بنفسكم سيكون أمر مساعد، أو تستخدموا ترجمة الدكتور عادل، فهذا أمر راح يعطيكم أسهل. لكن برأيي كتابة النقاط من هذه الرسوم سيعتقد بسهل الأمور عليكم. فما الذي نريد من هذا الرسم؟ بيقولوا لنا ما يلي: على محور السينات هو محور زمني يبدأ بالساعات أولا، ثم ينتقل إلى الأيام كما نرى، الساعات من الصفر 6-12 الأيام 1-3-5. ما في عندنا محور عينات لأنه هو الخلايا نفسها، وقسموا لكم أنه عندكم المناعة المتأصلة innate immunity والمناعة المتكيفة adaptive immunity. فما هي الخلايا التي تشارك في عمل المناعة المتأصلة؟ هي خلايا سميتوها الخلايا الظهارية، ربما أحياناً أنسى، epithelial cells، خلايا الظهارية. عندكم mast cells، ما بترجمها عادةً. mast تستخدم ك، إذا بكون ترجموها حرفياً، هي الخلية ذات الصارية، لأنه بيستخدموا كلمة mast بمعنى صارية السفينة، هيك بيستخدموها، لأنه علم على رأسه نار. حقيقة mast cells إذا شفتوها، إن شاء الله برجيكم من خلال سلايدات أنا أخذتها بزماني من المجهر الإلكتروني، تشاهد بشكل واضح، لا يمكن إغفالها، ما فيها خربطة. فmast cells هي خلايا تتبع للمناعة المتأصلة، مهمتها مقاومة التحسس. عندكم خلايا نسميها phagocytes، يلي هي الخلايا الآكلة،
الخلايا الآكلة، وعندنا أنواع للخلايا الآكلة. في عندكم خلايا اسمها dendritic cells. dendritic cells الخلايا ذات الأصابع إذا بدنا نسميها، نسموها تشبه تسمية الخلايا العصبية لأنها تشبه الخلايا العصبية بتمدداتها، الخلايا ذات التمددات إذا بدكم تترجموها. ولذلك أنا أبقيت عفواً لحظة فنرجع لنقطتنا وهي عندكم خلايا الدندريتك سيلز. هذه الدندريتك سيلز هامة جدا للعمل بين الإينيت والأدابتف، بين المتأصلة والمتكيفة، لكن نضعها عادة مع المتأصلة الدندريتك سيلز. عندكم خلايا اسمها الـ NK سيلز. الـ NK هي اختصار لكلمة Natural Killer اللي هي الخلايا القاتلة القاتلة الطبيعية، هي خلايا لمفاوية كما سنرى قريبا، الخلايا القاتلة الطبيعية NK cells. وهناك خلايا أخرى نعطيها اسمها innate lymphocyte cells ILCs، ما في داعي تهتموا فيها حاليا. وعندنا جهاز تابع للمناعة المتأصلة بنسميه الجهاز المكمل complement، الجهاز المكمل سنتكلم عليه لاحقا. هذا في الساعات الأولى، إذا هدول كلياتهم فشلوا في معالجة الهجوم على الجسم فإن المناعة المتكيفة ستبدأ بالعمل. المناعة المتكيفة لها خليتان، خلية الأولى هي خلية البي سيل نسميها أيضا بي ليمفوسايت، خلية لمفاوية، لمفوسايت يعني خلية لمفاوية ذات الحرف بي، طبعا أنتم بسموها الخلايا البائية فتبعت نفس التصنيف. وعندكم خلايا تائية التي تنشأ عادة من غدة الثايمس نسميها تي لمفوسايتس، خلايا التاء أو الخلايا التائية. هذه الخلايا ستتطور مع الزمن خلال أيام لتقوم بمعالجة المرض. كيف؟ الخلايا البائية ستنتج ختاماً خلايا نسميها بلازما سيلز، خلايا البلازما التي ستنتج الأنتيباديز، الأجسام المضادة. بينما خلايا التي سيلز أيضاً تقوم بالتطور إلى خلايا أخرى تم اسمها خلايا تائية، ستقوم بعمل مختلف تماماً عن الخلايا البائية. كلاهما يتعاونان سوية لمقاومة المرض ويحتاج عادة لأيام. إذا لم يستطع فإن الأمر سيصبح مزمن، وهنا تكمن الخطورة لأن الجهاز المناعي يتطور إلى مهاجمة الجسم بدلاً من أن يحميه. فماذا نريد من هذا الرسم؟ تذكر هذه الخلايا، وأيضا ستأتي وحدة عفوا مرة أخرى لحظة شوي إذا ممكن. فإذا في أي سؤال أسألكم مرحب بها دائما. يجب أن نقوم بنظام كيف أتلقى الأسئلة، فلربما وهو الأسهل أن يتم إعطاء الأسئلة لممثلكم بحيث يبعث لي إياها على الإيميل بحيث جهزها أن نجاوبكم عليها الأسبوع القادم لتجاوز محدودية الزمن أو محدودية الساعة اللي نحن فيها. هذا باختصار عن هذا الرسم. الآن سننتقل إلى أنواع المناعة المتكيفة، وتتبعت في هذه بهالسلايدات هو نفس العناوين الموجودة في الكتاب.
فما هي أنواع المناعة المتكيفة؟ عندكم نوعين، نوع من سميه سائلة واللي هي هيومرال، وسبب تسميتها سائلة بسبب أن السائل الذي يتكلمون عنه عادة هو السيروم، السائلة بسبب السيروم، وسبب أنها سائلة لأنه أهم شيء بيتكلموا فيها هو الأنتيباديز الجزيئات المضادة عادة. فالمناعة السائلة تقاوم الهجومات الخارجية خارج الخلية، تقاوم الهجومات التي تأتي من خارج الخلية. فما نقصد بالخارجيين يعني من خارج الخلية، طبعا هو يأتي ختاما من خارج الجسم. يتتم من الذي يقوم بمهمة المناعة السائلة؟ هو خلايا البي سيلز، الخلايا البائية ومنتجاتها، وهي الأجسام المضادة antibodies. ملاحظة، الأجسام المضادة لا تعمل ضد ميكروبات داخل الخلايا. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ الأجسام المضادة antibodies لا تعمل ضد الفيروسات مثلا داخل الخلية، تعمل ضده في الدم عادة، في السوائل، في الأنسجة، لا تعمل داخل الخلية. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أن الأجسام المضادة لا تستطيع الدخول إلى الخلية؟ بالطبع تستطيع. الجسم المضاد الأنتيبادي جزيء صغير نسبيا، ويستطيع الدخول إلى أي مكان، هي ميزته، لكنه لا يعمل ضد الفيروسات ولا يعمل هل يعمل ضد السرطان؟ لا يعمل ضد الخلايا السرطانية من داخلها، يعمل ضدها من على سطحها عمليا. سنأتي لهذه التفاصيل، معنا حوالي 3 دقائق. سأنهي مع السلايد هذا ونتوقف إن شاء الله. أعرف أنه دنيا رمضان والوقت متأخر. المناعة الخلوية تقاوم الأعداء الداخليين من داخل الخلية. من الذي يقوم بمهمتها؟ خلايا التائية T cells. طبعاً راح نشوف مستقبلاً أنه كل وحدة من الخلايا لها عدة أنواع، مو بس نوع واحد، فستأتي التفاصيل مستقبلاً. من الذي يقوم بمهام الخلايا المناعة الخلوية؟ خلايا T cells. وهناك منتجات هامة نسميها cytokines. بعتقد بسموها عادة السيتوكينات، هذه تعريب لا بأس به، جمع المؤنث السالم. لغتي العربية قوية على فكرة، فلا تحاولوا تساووا أخطاء نحوية أو إعرابية، سأتضايق نوعا ما. فمنتجات بروتينية هي السيتوكينز. إذا نرجع لأصل كلمة سيتوكين، تعني أنها شبيهة بالهرمونات، شبيهة بالهرمونات، تعمل على حركة الخلايا أو علاقة ما بين الخلايا. سنراها بكثرة، وهي أمر هام جدا في علم المناعة وتطبيقاته الطبية. كل منهما، ما أقصد به، بعطي السلايدات عنكم، ما الذي أقصد؟ كل منهما يصنف، يعني السائلة والخلوية، كمناعة فاعلة ينتجها الجسم نفسه، وهي طويلة المدى الزمني. ما الذي أقصد بأنها مناعة فاعلة؟ يعني active، نسميها active immunity. ماذا نعني بأنها مناعة فاعلة؟ أضرب لكم مثال. أخذت لقاح مثلا، أو أصيب شخص ما بفيروس، ما هيك؟ الجسم يستجيب من خلال المناعة السائلة وينتج antibodies لمدة طويلة. أيضاً الجسم يستجيب بإنتاج خلايا تائية تعالج هذا الهجوم الفيروسي. فالجسم هو الذي ينتج، هو الذي عادة فاعل بالإنتاج الخلايا والأجسام المضادة، لم تنقل له من مريض آخر. هذا ما نقصده بأنها
فاعلة ينتجها الجسم نفسه، وتصنف أيضا أنها عابرة إذا نقلت للجسم مخبريا، وهذا النوع عادة قصير المدى الزمني لأنه ما في خلايا ذاكرة تقوم بالحماية. المثال الواضح عادة هو الأجسام المضادة التي تنقل من الأم للجنين عبر المشيمة من خلال الـ IgG أو تنقل إلى الجسم عبر الحليب الأم اللي هو الـ IgA. هذول مناعة تأتي من الأم، الأم هي التي أنتجت، لم ينتجها الجنين أو الطفل، ما هيك؟ لم ينتجها الجنين أو الطفل وإنما أنتجتها الأم لهما. فهذه مناعة عابرة قصيرة المدى الزمني تقوم بمهمتها بالحماية للجنين وللطفل، لكنها ليست كافية لفترة طويلة لأن خلايا ذاكرة في كل منهما الجنين أو الطفل ليست موجودة. وأيضا ينقلون مثلا مثل ما فعلوا مع الرئيس ترامب هنا عندما مرض بالكورونا فيروس، نقلوا له أجسام مضادة من أناس أصيبوا بالمرض وشفوا، فجمعوا الدم منهم ونقلوا هذه الأجسام المضادة منهم له. فالمناعة التي أخذها ليست مناعة فاعلة وإنما مناعة عابرة لأنه ليس له يد في إنتاجها، جسمه لم ينتجها وإنما أنتجوها له من مرضى آخرين. فأتوقف هنا وسأضع ملاحظة أننا نتوقف هنا ونتابع إن شاء الله الأسبوع القادم. سأكون طبعا بشكل مختصر أكثر بحيث ننهي ما نريد خلال الساعة، فما تبقى سيكون من خلال أسئلة تعطونها للممثلين إن شاء الله وأجيب عليها بسرعة، أو أجيب عليها من خلال إيميل تعطى لكم من خلال إيميل أعطيها للممثلين عندكم، وإذا كان أي شيء غير واضح من خلال إجابتي وقتها بتبعثوا لي مرة تانية. هذا ما نستطيع حاليا، لكن برأيي بالإمكان أنه نتعلم المادة كما أدرسها هنا تماما، لا يوجد فرق، درستها هنا عدة مرات لعدة كليات، فسنقوم بنفس السوية إن شاء الله، وأنتم عليكم الجهد وتخصيص الوقت، وأرجو إعطائي الانطباع أيضا كيف ستكون الاستمرار، هل الصوت واضح، هل السوية سرعتي مقبولة؟ طبعا أنا محدود من خلال الزمن، أيضا بدنا ننهي المقرر كما يجب، وإذا قررتوا أنه تنقلوا لوقت تاني وتمددوا لساعة أكثر أنا مستعد. فحاليا مدة درسنا ساعة، بالإمكان يساوي ساعتين، ما عندي أي مانع، فبسمع منكم إن شاء الله ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم، السلام عليكم.